ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده جوله جديده بس بجد فيها حاجات مميزه وجميله جدا، وكمان الاسعار حلوه قوي هتعجبكم. اتفرجوا على الفيديو كله. هم هنا اولاد الحاج محمد في شارع الترول، في شارع برضو الحاجه صفيه من اوله كده، وهم في شارع الترول. وده استاذ احمد بيقف هنا، ده الفرش بتاعه. بصراحه عنده حاجات حلوه وشيك جدا، وعنده اكتريه الحاجات تركي وباسعار المصري، يعني اسعار وحاجات حلوه قوي. كملي معايا الفيديو للاخر، هتشوفي النهارده حاجات حلوه. ما تنسيش بقى اللايك والاشتراك لتمر حنة. دي عامله 12 ونص يا استاذ احمد، دي عامله 12 جنيه ونص. في منها اللون الاورنج وفي منها اللون الليموني ده، وبيجي منها 6 الوان. في منها ابيض عندك دلوقتي، في منها ابيض، وفي منها فوشيا، وفي منها دول، في بين منها 6 الوان. وده على فكره الدبل فيس ده، هو قال لي ده المستورد عامل 25 بدل 35، 3 متر. وهنا كمان عنده قوالب التلج عامله كام؟ 15، عامله 15 جنيه الاثنين مع بعض صح؟ بدل 20، الاثنين مع بعض 15، والماتيريال بتاعهم حلو قوي بدل 20 جنيه. في منها اللون اللبني وفي منها اللون الموف ده، في الوان ثانيه. بصوا زي ما قلت لكم، هو بصراحه عنده حاجات مميزه جدا وحاجات شيك قوي والوانها كمان حلوه قوي. الكوبايه بالشيلومو دي عامله كام؟ 15، والاثنين 25. الاثنين 25. بصوا في منها بيجي منها برده 6 الوان، بس دول الالوان اللي موجودين الاقوى والاحمر. الاثنين ب 25 والواحده ب 15. هو مج ازاز وفي زي شيلومو كده. عنده برده الميني بانيو هنا بالمضخ بتاعه اهو، عامل 25 جنيه حلو قوي. برده بيجي منه الوان كتير والماتيريال بتاعه عالي. في كمان الميني بانيو ده الوطنيه ب 10 جنيه نزل تاني. على فكره استاذ احمد هنا بيجيب الشغل اللي هو حاجات الوطنيه اللي هي اختفت فتره وما عادتش بتنزل، بتيجي هنا عنده على طول موجوده. عندك طبق المكسرات دي حلوه قوي، عامله كام؟ ده ب 60 جنيه، ده اللي هو دور واحد اهو. بصوا هنا كده تحطي حامل الموبايل، وهنا تحطي المكسرات زي ما انت عايزه، عامل 60 جنيه. في منه الاقوى والاسمر في الرصاصي والرصاصي في البينك. وبصوا الباسكت دي حلوه قوي، ده عامل كام بقى الباسكت ده؟ حلو قوي، 25 ده 25. بصوا الصغير بتاعه حلو جدا، عامل 20 جنيه اهو، اشكال حلوه قوي. ده ب 20 واللي ورا ب 25. عنده كمان هنا اللون ده حلو جدا، اللون الرصاصي واللون ده، ده ب 20 جنيه وبيجي منه ب 10 برضه، وبيجي منه ب 10 الاصغر شويه، يعني بيبقى اصغر شويه ب 10. وهنا كمان السبت ده عامل كام؟ السبت ده عامل 35، ده عامل 35. حلو قوي، بصوا حلو ده الوطنيه، ده سبت بالغطا بتاعه، ينفع للبكوليات، للحاجات دي في الضرفه، تشيلي فيه البكوليات والاي حاجه عندك اهي في الضرفه كده. حلو قوي ب 35، والماتيريال بتاعه حلو جدا. عنده كمان هنا كنب المناديل عامل 25، في منه الوان كمان موجود. هنا عنده منظم المعالق، ده النوع ده حلو قوي، عامل 15 جنيه اهو بدل 17 ونص. في منه برضو الموف والبامبا والاحمر زي ما انت عايزه. والكرسي ده عامل كام؟ 35، ده شركه الثعلب. حلوه قوي الشركه دي. بصوا حبايبي عامل 35 جنيه، ده اسمه الثعلب مستورد اهو، حلو والماتيريال بتاعه حلو. في منه اللون الموف ده جميل قوي برضو، وفي منه اللون الاقوى ده. بصوا حبايبي جبت لكم الوان الشجر اهي كلها. واخيرا زي ما قلت لكم استاذ احمد هنا عنده الحاجات المميزه، اللون اللي هو البيج اللي كلكم بتدوروا عليه موجود عنده هنا اهو في سوق الخميس، عامله 12 ونص. في منها اللون الاورنج وفي منها الليموني وفي منها كل درجات العصافير اللي انتم شايفينها دي، في منها بيجي على شجر، بس الدرجه دي حلوه قوي وكل الناس بتدور عليها، موجوده عنده هنا. عنده كمان مجموعه كبيره جدا من الانواع اللي هي الكيتشن، الاربعه دول، الاربعه توابل، ينفعوا للتوابل، ينفعوا لاي حاجه، شكلهم شيك قوي. الاربعه منين كان؟ بصوا الاربعه منين 25 جنيه، ماركتهم حلوه. وعلى فكره دول الكبار، مش اللي هي بتتباع الثلاثه ب10، عشان تبقوا عارفين دول الكبار، الحجم الكبير وشكل برنيطه، شكلها شيك قوي. بيجوا في علبه كده الاربعه ب 25 جنيه. عنده كمان هنا الطقم ده حلو قوي، عامل كام الطقم اللي هو 6 ده؟ 6 ده عامل 50 جنيه، ده 50 والكبير 90. ال 12 عامل 90 جنيه، ده 6 بالمعالق بتاعته 50، والكبير برده بالمعالق بتاعته 12 قطعه ب 90 جنيه. بصراحه استاذ احمد اسعاره حلوه وعنده حاجات مميزه، يعني بيجيب الحاجات اللي هي اختفت بقالها فتره، حاجات الوطنيه والحاجات التركي والحاجات دي موجوده عنده هنا. عنده كمان هنا اللي هي سند المعالق ده عامل كام؟ ده ب10، الوانه شيك قوي، الوانه حلوه برده قوي عنده. وعنده الاقوى اهو، وعنده البنك الواحد عامل 10 جنيه. بصوا عنده الوان جميله جدا،
وهنا طقم المصافي ده عامل ده تركي 25 ده تركي ده المستورد اهو عامل 25 جنيه وده الحجم الكبير. الشليمو ده عامل كام؟ ده ب 12 ونص. ده ب 12 ونص. بقى في منه اشكال كتيره قوي هوريها لكم، الفلامنجو في منه شكل فواكه، هما دول اخر حبه عنده بس هو عنده تاني. لا وفي شكل اليونيكور اهو، وده اللي هو الاثليريك اللي تغسليه، نوعيته حلوه عامل 12 ونص. عنده بقى مجموعه كبيره جدا اهي من الرفايع، عايزه بس اوريكم حاجات مختلفه النهارده عنده موجوده، اللي هي الحامل ده عامل كام بتاع المطبخ؟ ده ب 30 جنيه. ده او الزاويه ب 30 جنيه اهو. بصوا هوريكم الوان الزاويه، دي الوانها في منها الابيض، مش راضيه تقف. بصوا في منها الابيض اهو والبني والازرق، ودي اي واحده عامله 30 جنيه. عنده كمان هنا الفوط الجرافته كلكم عارفينها، الواحده عامله 5 جنيه اهي. وعنده كمان هنا موجود الشنط اللي هي بتاعه المشابك او تعمليها كمنظم في المطبخ تلمي فيها الرفايع، عامله 15. عندك المصفه دي عامله كام؟ 25. دي اللي هي بتتحط في الحوض وتلمي فيها المواعين او تصفي فيها مكرونه بكميات كبيره، دي اكبر حجم عامله 25. وعامله دي دي حلوه قوي شكل السمكه ب 10 جنيه، ده شكل جديد برده ب 10 جنيه. انا عامله لكم عنده جولتين قبل كده، هسيبهم لكم في اول تعليق مثبت، هوريكم الحاجات برضو اللي انا ما صورتهاش النهارده هسيبها لكم في اول تعليق مثبت. المجين دول حلوين قوي عاملين 20 جنيه. بصوا عنده مجموعه من الشغل كبيره جدا. ومصفه المعالق دي عامله كام؟ الكبيره دي 25. دي الكبيره ب 25 برضك. دي حلوه قوي. كام دي؟ دي عامله 10. دي عامله 10؟ حلوه جدا والماتيريال بتاعها حلو قوي. ب 10. في حاجه برضك زي كده برضك عامله 10. ودي عامله 10. الصواني الصاج عندك ولا خلصانه؟ الصواني الصاج خلصانه. بيجيب الصواني الصاج بس خلصانه لان انا جايه متاخره. هنا برضو عندك سدادة البانيو ب 10 مش كده؟ في منها حاجه تاني ب 5 جنيه بس خلصانه. في منها نوع تاني؟ اللي مش على كارت اللي هي بقى المصري. ب 5 جنيه. طب وطقم التوزيع ده عامل كام؟ التوزيع ده 150، ده اللي هو كله سيليكون. ده ب 150 كله سيليكون بدل 170. وعنده برطمانات الازازه اهي، عشان كان في حد بيسالني في التعليقات ال 4 ب 25؟ ده 35 الكبير، في منه مقاس اصغر ب 25. ده اكبر حجم ب 35 ال 4، وفي المقاس الاصغر ب 25 جنيه. عنده كمان هنا اللي هي بتاعه الطوم دي عامله كام؟ بتاعه الطوم دي عامله كام يا عم احمد؟ دي اللي هي المقشره هوريها لكم، بصوا دي ب 10 جنيه. بتحطي فيها التوم وتقعدي بقى تفركي كده وانت قاعده بتتسلي ب 10 جنيه. عنده بقى اللي هو ده بتلزقيه على الحيطه، بتحطي هنا المقشات والمساحات والحاجات دي، ده عامله 5؟ دي عامله 3 ب 10. 5 الواحده وال 3 ب 10. والولاعه هنا عامله كام؟ 10. دي عامله 10 جنيه. ده ايه بقى؟ ده بتاع الغسالات الاوتوماتيك. ده ايه؟ 5 جنيه. ده ب 5 جنيه. ده للشرابات، كيس تحطي فيه الشرابات وتحطيه في الغسالة ب 5 جنيه الواحد. هنا المعالق دي اهي عامله كام المعالق؟ 10. الدسته ب 10. الدسته ب 10 وفي منها ب 7 ونص الاصغر شويه. صغيره. دي ايه بقى؟ دي علبه مناديل مطبخ حمام او بكام؟ مجرد المناديل ب 10 جنيه برضك. بتتعلق برضه بدبل فيس؟ يعني بتتحط كده ويتحط فيها علبه المناديل. بتتحط فيها بكره المناديل. بتتحط فيها بكره المناديل زي زي بتاعه الحمام. بتتحط جوه منها بكره المناديل ب 10. ب 10 جنيه. حلوه قوي. وبيجي منها الوان اهي، في منها اللون الابيض ده والبمبه، وبيجي منها الوان كتيره قوي. واللي هو ده التقيل ب 25 جنيه. حلو قوي برضه. عنده هنا برضو نشوف ده ايه. ده ايه ده بقى؟ انا بحاول اجيب لكم الحاجات الجديده. ده ايه؟ مقشره سمك. مقشره سمك. ظهر السمكه. مقشره السمك. بكام بقى؟ ب 10 جنيه. دي جديده دي. دي مقشره سمك ب 10 جنيه. حلو. هنا برضو عنده الكسترات المعاشره الاثنين مع بعض اهم، دي اشكالها حلوه برضو. ده اللي هو قمع الباميه ب 20؟ ب 25 تقريبا. ب 25. ودي عامله كام؟ دي بتاعت البطاطس؟ ب 10 جنيه. حلوه قوي، دي ب 10 جنيه. في منها الوان اهي، في منها اخضر. وفي قمع الورده ده هوريه لكم، القمع ده عامل كام؟ بصوا ده بيبقوا ثلاثه مع بعض كده، اسمه قمع ورده. ثلاث مقاسات. ده بكام بقى قمع الورده ده؟ ب
15 حلو قوي. بس شكله اللون ده جميل، شكله حلو قوي، مقارب للون شجرة العصافير اللي هي البيضة اللي انا وريتها لكم. بصوا 15 جنيه ثلاثة مع بعض، شكلهم شيك قوي. في منه كمان الموف ده، انا بصراحة بلاقي هنا عند استاذ احمد حاجات مميزة والوانها حلوة ما بتبقاش موجودة في يعني في اكترية الاماكن. بصوا عنده كمان اللي هي فرشة عباد الشمس، تنضفي بيها بانيو، بتجاز، حمام، اي حاجة زي ما انت عايزة. احواض عاملة 15، في منها الازرق والليموني، وبيجي منها الوان كتير، بيجي منها الوان كتير. في ده كمان حلو قوي بسبعة ونص اهو، وفي دي بسبعة ونص برضو، ثلاث فرش بتنضفي بيها اي حاجة اهي. جيب دول ولا دول؟ جيب كام وجيب كام؟ دول 15. ودي الهراسة عاملة كام؟ 10. دي عاملة 10، دي السيليكون مش عادية، دي السيليكون ب 10. في منها الالوان دي اهي، كل ما اسال عليهم الاقي غالي. حلو قوي ب 10 جنيه. عنده كمان هنا مقص الشبح اهو ب 20 بالمفك بتاعه، حلو قوي. وعنده المقص ده اللي هو السيراميك ب 10. وفي كمان عصاره الليمون السلستين، دي عامله كام العصاره دي؟ دي 15 جنيه بتاعت الليمون. عنده حاجات حلوه واسعاره حلوه بصراحه. عنده كمان هنا اللي هي بتاعت البطاطس، دي عامله 5 ولا عامله كام؟ اترمي هنا الصوره يلا. 5 جنيه. في حاجه ثانيه الاثنين، دي عامله 5 جنيه، حلوه قوي. وفي حاجه ثانيه الاثنين ب5، انواع يعني، يعني دي الواحده ب5، دي الوانها كلها اسود بقى وفوشيا واصفر، الوان جميله. عنده برده المشابك دي ب10، 12 واحد. بقول لكم ده بكام المشابك الكبيره دي عامله كام؟ ب 12 ونص. 12 ونص دول اربعه كبار للبطاطين للحاجات دي. عنده برده البيتزا هنا ب10، ومضرب النسكافيه ب 12 ونص. والمخرطه عامله كام؟ 25 ل 75. المخرطه عامله كام؟ عامله كام؟ 30 و15. 30 وب 15. 30 انهي ام 15؟ اللي هي الاستلس. الاستلس دي ب 15 ودي ب 30 يا حبايبي اهو. عنده مجموعه كبيره جدا من الشغل، هسيب لكم برده الجوله بتاعته الاولانيه فيها حاجات اكتر من كده في اول تعليق مثبت. وكمان عنده الطبق ده حلو قوي للمكسرات او للفاكهه بدرجاته كلها اهي، عامل 25 جنيه. عنده حاجات حلوه قوي النهارده. والمصفى اللي هي الجديده دي عامله 10، ودي برده الالوان اللي هي مصفه المعلقه الصغيره ب10 اهو. وعنده قطعه الخضار دي الجديده ب25، والكبيره دي الحجم الكبير الجديده ب25 جنيه. في منها الوان كتير. يا رب يكون النهارده الجوله عجبتكم. ما تنسوش يا حبايبي اللايك للفيديو والاشتراك في القناه لتمر حنه، تقديرا بس لتعبي وهم بيفرشوا في سوق الخميس في شارع الترول في شارع الحاجه صفيه. هسيب لكم رقم التليفون لاي حد عايز يجي ومش عارف، هسيب لكم رقم التليفون في اول تعليق مثبت مع العنوان لو حابين تتواصلوا معاهم. عندهم فرش كبير جدا من الورود والفازات والحاجات الحلوه، الفازه عندهم من اول 15 جنيه، جد عندهم حاجات حلوه قوي. ما تنسوش بقى اللايك يا حبايبي والاشتراك في القناه، وتقولوا لي رايكم ايه في الجوله. ومع الف سلامه.